بيريود نعرفوها ديما لي زونترينور الكل ليزيكيب ناسيونال الكل دائما الستاج تاع موا جوان يكون اكثر ستاج يقلق يقلق علاش على خاطر سو البلان لوجيستيك فيه مشكل اليوم عندنا تقريبا 3 جروب دو نيفو في تشوفوا حتى القائمه فيها بعض التغييرات تم تغييرات اختياريه منا احنا وتم اختيارات فرضت علينا دونك نعرفوا اللي تقريبا الجروب دو نيفو الاول اللي ثم دي جوار اللي كملوا لي شامبيونات تاعهم تقريبا عندهم اكثر من شهر وشهر ونص كيما دي شامبيونات في الخليج دي شامبيونات حتى مام في الاوروب ثم دوزيام جروب اللي فيه دي جوار الاسبوع هذا من اللي كملوا الشامبيونات سورتو معناتها لي جوار كي ايفولو ان اوروب كو سوا في المانيا في فرنسا عندنا دي جوار ان نومبر سي امبورتون تاع دي جوار اللي كملوا الاسبوع هذا دونك براتيكمون هما اليوم حقهم باش يتمتعوا بالاجازه السنويه تاعهم دونك الفاكونس تاعهم في الانتر سيزون لانديكاب الجروب الثالث نفس الشيء عندنا مجموعه مازالوا سورتو في الشامبيونات لوكال مازالوا توا اون سيكل دو كومبيتيسيون في سيكل كومبيتيتيف دونك لي تروا جروب دو نيفو هذوما ديجا ثم مشكل على مستوى التعامل معه هذا باش نحكي عليه بعد سان هانديكاب هذه النقطه الاولى النقطه الثانيه نعرفوا اللي كونفوكاسيون تاع اخر موسم ثم دي جوار اللي هما فان كونترا ثم دي جوار اللي باش يصيروا دي ترانسفير دونك سو لو بلان مونتال ما كانش سهل باش تعامل مع لاعبيه اللي لازمهم ياخذوا قرارات حاسمه في دي ديسيزيون في الجيستيون تاع البلان كارير تاعهم كو سوا باش يبقاو في جمعياتهم باش يعملوا دي ترانسفير باش يغادروا الفرق تاعهم هذا عامل مهم جدا وعندنا عده لاعبين في الوضعيه هذه تعداو قدموا القائمه اي نشوف ليس ايمن دحمان بشير بن سعيد معز حسن دريس عفاوي لي ديفونسور 9 مدافعين غرام علاء حدادي اسامه مرياح ياسين طالبي منتصر فاليريال دراجر محمد كشريدة وجدي عابدي علي وبن والناس مرتضى ستة في وسط الميدان عبيد أسامة بن رمضان محمد علي بن سليمان أنيس بالعربي فراس العيدوني عيسى ومجبري حنبع على مستوى الهجوم 7 مهاجمين عاشوري الياس شيخاوي هيكل ضاوي محمد حمدي العبيدي جبالي عصام جويني هيثم أسامة بوغر شكرا دونك رافيل دي ماتش اخر ماتش الاولى من 17 ل 14 والماتش الثاني ان شاء الله باش يكون لو في عنابة أفنتر توقيت تونس بطبيعة الحال المقابلة بون نبدا نجاوب بالسؤال أربع حراس يظل مش مرة الأولى في المنتخب عندنا تقريب عدة تربصات اللي استدعوا أربع حراس ثلاثة حراس اللي كانوا موجودين آخر تربص كانوا ثلاثة حراس اليوم يظهر لي المردود اللي قدمه ادريس العفاوي باش نحكيو برشا على الفا على البرفورمانس اللي عملوها يظهر لي من حق المنتخب الاول اول حاجه تشجيع اللاعب هذا على خاطر ورى مؤشرات ايجابيه جدا حابين نزيدو نشوفوه اكثر في الفريق الاول باش مدرب حراس تعرف عليه هو لانه التسلسل الطبيعي تاع المجموعه هذه لوجيكمون كل جوار يكون بيرفورمان يوري مؤشرات ايجابيه نتمناه باش يكون موجود في الفريق الاول دونك حبينا المنتخب الاول ناخذ فكره اكثر على الحارس هذا دونك وقع استدعاء حارسنا السؤال الثاني فيما يخص معلول هاك علاش انا حبيت من بكري في لونشينمون لكن قصينا حبيت نوضح من توا نقطه كيف ما قلت ثم بيريود كريتيك ثم دي جوار اللي حكينا معاهم لاعب كيما معلول نعطيك فكره نعرف انت كريم مضروب حتى بالاحصائيات علي معلول من بعد تربص الاخير تاع شهر مارس اكثر لاعب تقريبا في المنتخب لاعب عدد تاع دقائق اكثر من 1173 دقيقه اذا استثنينا المباراه ان شاء الله ربي يوفقه في المباراه تاع الدور النهائي اللي باش يلعبها نهار الاحد ممكن يوصل 1200 دقيقه دونك نومبر كونسيديرابل بالنسبه له هو
حكيت مع علي معلول تشاورت انا وياه ويضري من حق اللاعب هذا باش نعطوه فتره تاع راحه في الانتر سيزون سينو باش تولي سيزون ثروازيام سيزون دو سويت اللي ما يخوش فيها فتره تاع راحه. جد عادي جدا المنتخب لازم احنا دائما كلمه نقولوها المنتخب ابواب المنتخب مفتوحه ثم عده لاعبين اللي شفناهم برزوا في البطوله تاعنا قدموا مستوى ممتاز سورتو على مستوى ريجولاريتي في الرونكمون كيف نشوف بوكرك كيف نشوف نفس الكاب بالنسبه لهيكل الشيخاوي تقريبا حكيت عليه في التربص اللي فات كان موجود لولا الاصابه حمدي العبيدي سيرتان مومون قبل هيثم الجويني دونك دي جوار اللي برزوا في الشامبيونان لوكال ورا وجه مرضي وجوده مش يكون التربص هذا فقط والا التربصات القادمه هذا احنا وجودهم هوني سيكو شفنا مؤشرات ايجابيه في اللاعبين هذوما لكن اليوم الكره عندهم هما اذا قدموا المستوى والمردود الممتاز اللي يشفع لهم باش يكونوا موجودين في المنتخب هذا اللي نأملوه الناس الكل دونك سا دي بوان فريمون تاعهم في المقابلات هذوما موضوع مهم جدا لكن خليني نكون صريح في سورتو الكار تاع اسماعيل الغربي يظهر لي الجامعه التونسيه لكره القدم واللجنه المسؤوله على راسها سي محمد سليم بن عثمان المسؤولين على انتدابات اللاعبين هذوما اللي دي ناسيونال قامت بكل ما هو لازم واكثر من لازم مع اللاعب هذا دونك اليوم المنتخب مفتوح كنا نتمناو باش اسماعيل الغربي يكون موجود معنا اعطاه هو خاصه الولي تاعو وابوه مؤشرات ايجابيه وعبروا على رغبتهم باش يكون موجود يحب ياخذ اكثر وقت تاع التفكير هذا من حقه المنتخب التونسي مفتوح لاسماعيل الغربي وغير اسماعيل الغربي لكن دائما حب الانتماء يبقى هو الشرط الاساسي دونك يظل اليوم الكره عند اسماعيل الغربي أما نقطة نجاوبك على حد صلوحياتي أهمية الإدارة الفنية حتى حد ما يشوف فيها لكن لازم تعرف الإدارة الفنية سي أن كومبارتيمون كامل ماهيش متوقف على المدير الفني مهم جدا المدير الفني سي صغير الزويتة مشكور قام بعمل كبير جدا لكن ثم ناس قاعدة إدارة قاعدة تشتغل ثم دي ديبارتمون هاو سي وحيد موجود معانا ديجا اليوم ثم عدة كل تبارك الله ثلاثة دي ديبارتمون باش نقولوا تروا ديبارتمون قاعدين يخدموا على التكوين على الرسله على مستوى برمجه المباريات الاداره الفنيه قاعده تشتغل شغور حصل على مستوى الاداره الفنيه ينجم يجاوبك عليه المكتب الجامعي ورئيس الجامعه. سي وحيد مش رئيس لديه مدربين؟ لا لا موجود معاه هذاك نشاط جمعياتي اكيد ثم مراحل باش تندمج في المنتخب فيما يتوقف على قدره اللاعب احنا نحكيو اليوم على المستوى العالي تاع المنتخب التونسي هذوما لاعبين كمرحله اولى اثبتوا الكفاءه تاعهم في الانديه تاعهم قاموا مردود استقرار كبير انا كان نشوف اليوم على الاقل اربع لاعبين ولو انه حمدي العبيدي حتى المتربص الاخير كان موجود معنا دونك حمدي العبيدي هيكل الشيخاوي اسامه بوقره وسام عبيد هذوما لاعبين استقرار كبير في الاداء تاعهم على مستوى النوادي ظهروا مؤشرات ايجابيه دونك اليوم من حقهم باش يكونوا موجودين في المنتخب رينا من الصلاه خاصه في الفتره هذه نعرف ان تقريب شهر سبتمبر التربص الجاي باش يكون ثلاثه شهور قبل المشاركه في الكاس الافريقيه وهذا هو الهدف في القادم تاعنا دونك باش تكون تقريبا الليسته 95% هي اللي باش تشارك اللي باش تشارك في سبتمبر هي اللي باش تكون نتمناو تكون الناس الكل معناتها على ديسبوزيسيون الناس الكل في افضل حالاتها البدنيه دونك اليوم يظهر لي عادي جدا اذا كان في فتره كيف هكا عندنا مباراه وديه مباراه ضد غينيا الاستوائيه في تصفيه كاس افريقيا اللي احنا ضمننا فيها ترشح مش معناتها باش نتعاملوا بتراخي والا ماناش كونسونتري على الماتش هذوما بالعكس المنتخب التونسي عنده الثقافه اليوم باش يكون تري كونسونتري ويعرف باش يتعامل مع المباريات هذوما لكن يظهر لي اللاعبين هذوما من حقهم باش ياخذوا فرصه وان شاء الله كما حكيت اليوم الكره عندهم هما يتاكدوا مستواهم وهذا اللي احنا نحبوه كل لاعب يقدم الاداء والمردود الممتاز الا وحقهم باش يكون في المنتخب.